على كرسي التمرد ليس بقوعنا ولا بإرادتنا، لكن زينا وزيكم صحينا السبت لقينا الواطة شنو قايمة يعني. وأعتقد أنه من خلال متابعة اللصيقة يعني من رصد الإعلام يعني بشكله المباشر والكلي، فأنا أكثر زول ملم بقضاياكم وأنتم قبال قضايا إعلام الدعم السريع نفسه. فدار أختصر في كم نقطة كده مع بعض الناس تتجه لأن يعني تبني وطن واحد وموحد إن شاء الله. نحن من ناحية فنية، أنا ما سياسي طبعا، الأستاذ السياسيين بقى. فمن ناحية فنية أنا يعني شايف إنه نحن انتهت علاقتنا مع الدعم السريع منذ إطلاقه للرصاصة الأولى يوم السبت،15 أبريل. لكن كان لزاما علينا إنه نحن لأننا كنا شغالين شغل فني ومهني حساس جدا، كان لزاما علينا إنه نشارك الدولة في جبهة ثانية مختلفة تماما من الجبهة القتالية المشهودة قدام الناس. الخط الإعلامي للدعم السريع، يتسبب في أكبر أزمة إنسانية وشرد الملايين وساهم في تدمير البنية التحتية وفاقم الأوضاع الاقتصادية. والحديث عن مجاعة في السودان كانت واحدة من موجهات الخط الإعلامي في الدعم السريع. التضليل الإعلامي بشكله الكبير ساهم برضو في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات بغرض التأثير على الرأي العام وتغويض الثقة في مؤسسات الدولة. أعتقد أنه في تسجيلات قاعد تطلع باسم السيد القائد العام للقوات المسلحة من كابينة قيادة السيطرة، وأعتقد أنها روجت يعني الناس بدوا يشكوا في قيادتهم. أنا من المنبر ده دارم في أنه دار أقول أنه ده شغل بيشتغلوا ناس فنيين وخبراء وقاعد يسألوا على الرأي العام بالطريقة دي. السيد القائد العام للقوات المسلحة بريء من هذه التسجيلات المسربة. أنا ما أعرف أن نشرها منه لكن شفتها يعني. كل المتحدثين الظهر في الإعلام باسم الدعم السريع أصلا ما عندهم أي ارتباط بدائرة إعلام الدعم السريع، عشان كده في تخبط مضحك. أنتم كإعلاميين وكخبراء بتكونوا شايفين شكله عامل كان كيف، فالتخبط المضحك ده لأنهم هم جزء أصلا من منظومة إعلام الدعم السريع. في أبواق ظهرت كثيرة جدا خلال الحرب تستخدم خطاب يحرض على الكراهية والعنف، وللأسف ممكن تلقى نفس الأبواق دي موجودة مع الجيش وموجودة مع الدعم السريع. فالناس تخلي بالها، العبارة بتاع 56 ودولة الجلابة هي أكبر بروباغندا تم استخدامها عشان تغطي وتتستر على انتهاكات الدعم السريع. داير أقول حاجة مهمة جدا، إنه إعلام الدعم السريع يوازي مقدرات فنية لإعلام 5 مؤسسات عالمية. صحيح تقعد تواجه صراع كثير جدا في التحدي والتصدي لإعلام الدعم السريع، لكن الآن في الجلسة دي مقدرات الإعلام ده هي الآن ملك للدولة السودانية، هي ليست ملك لأشخاص ولا ملك لأي إن كان، هي ملك الآن للدولة السودانية.